طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع إخباري يتساءل: هل وصل المبعوث الأممي الجديد لجوهر أزمة اليمن؟ ومن موقع المشاهد: نت ميليشيا الحوثي لم تجد أجانب فاختطفت اليمنيين. سكان في عدن يقولون لعدن الغد: بعد 3 أعوام أحلامنا سافرت. وأخيرا من الفاينانشال تايمز: إيران تحذر الولايات المتحدة. أهلا بكم. خريطة سلام في زمن قياسي، هل وصل غريفت لجوهر أزمة اليمن؟ نبدأ بهذا السؤال الذي طرحه موقع المصدر أونلاين محاولا البحث عن إجابة. وقال الموقع: رغم موجة تصعيد عسكرية كبيرة تشهدها عدد من الجبهات مع دخول الحرب عامها الرابع، لأن المبعوث الأممي بدأ واثقا من إمكانية تحقيق السلام وتقديم خطة سلام في زمن قياسي، وهو ما فشل فيه سلفه ولد الشيخ أحمد. تشابهت محطات جولة المبعوث الجديد مع سلفه ولد الشيخ، لكن طاولة الأطراف التي يحاورها كانت تتسع بشكل أكبر عن سابقاتها، والتي كانت تشهد حضور طرفين رئيسيين هما حكومة هادي باعتبارها الجهة الشرعية والحوثيين باعتبارهم الجهة التي انقلبت على السلطة. ويرى مراقبون أن المبعوث الأممي استطاع من خلال جولة أولى الاستماع لأبرز القضايا من أبرز اللاعبين على الساحة اليمنية، وتوصل إلى نتيجته التي أعلنها أمام مجلس الأمن الدولي، مبديا ثقته في أن الخطوط العريضة للحل موجودة. ويعتقد غريفت أن الخطوط العريضة لحل الأزمة هي إنهاء القتال وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتجمع الأطراف فيما بينها على توافق في الآراء لبناء السلام. عقب 4 سنوات من الحرب، قرع علماء الآثار والمهتمين بهذا المجال جرس الإنذار في محاولة لإنقاذ آثار اليمن من الاستهداف والتجريف والإهمال والسرقة والنهب الذي تتعرض له مؤخرا. تعرضت صنعاء القديمة لحملات تشويه وتدمير متعمد وممنهج تمارسه ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء. وقال الموقع بوست: ظهرت بعض المناطق القديمة والأثرية بصنعاء وعليها رسومات وشعارات جماعة الحوثي، وهو الفعل الذي استفز اليمنيين الذين استنكروا تلك الممارسات. على أثر ذلك حذرت وزارة الثقافة من حملات التشويه التي تقوم بها الميليشيات باستخدامها لأصباغ وألوان مصنوعة من مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى إتلاف الألوان الأصلية للمدينة القديمة بصنعاء. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن ميليشيات الحوثي تتعمد طمس الملامح الفنية والجمالية لصنعاء القديمة، وهو الأمر الذي يكشف حقيقة تكوين تلك الجماعة المعادية للفنون وتراث كسائر الجماعات الإرهابية المتطرفة. من عدن إلى صنعاء لا للميليشيا. تحت هذا العنوان كتب سفير اليمن في الأردن علي العمراني مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في جزء من المقال: الأهم من تحاشي ارتكاب الأخطاء في الماضي هو عدم تكرارها الآن وفي المستقبل، أو تكرار ما يمثلها، خاصة ممن ارتكبوها سابقا. يحمل التحالف العربي عنوانا واضحا، وهو تحالف دعم الشرعية، وللشرعية عنوان واحد فقط ورأس واحد، هو عبد رب منصور هادي، وهو رمز اليمن الواحد الكبير. ومن غير المفهوم والمقبول قتال قوات طارق خارج إطار الشرعية ومقتضيات مشروعية التحالف العربي، مثلما هو من غير المقبول تشكيل قوات خارج إطار الشرعية مثل الأحزمة الأمنية والنخب الجهوية في مناطق الجنوب. ولا أظن من قاتل في صف الحوثي يستنكف القتال في صف الشرعية وتحت لوائها. تواجه الشرعية الآن حقائق انقلابين حدث أحدهما في صنعاء والآخر في عدن، وحكاية الانقلابات وغالبا نتائجها واحدة، والفرق بين الانقلابين هو في مستوى الخطر الملموس لكل منهما لحد الآن، وليس في المخاطر الكامنة أو نتائج ما قد تتطور إليه الأمور مستقبلا.
وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فيكفي أن الرئيس الشرعي للبلاد لا يستطيع العودة إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة بنفسه. وإذا وقفنا أمام تصريحات نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك الذي قال في حسابه على تويتر قبل أيام إن الجنوب طالب بالاستقلال وهو أعزل، ومن المستحيل أن يتنازل عنه وهو حامل للسلاح وأرضه بيده، فلنا أن ندرك مكامن الخطر والحروب والاقتتالات المحتملة مستقبلاً مع تشكيلات لا تنضوي تحت إطار الشرعية الوطنية الواحدة المعترف بها دولياً، وتستوي في ذلك قوات طارق صالح وقوات هاني بن بريك. فشلت ميليشيا الحوثي في العثور على أجانب لاختطافهم واعتقالهم والمطالبة بفدية، وبدلاً عن ذلك فقد لجأت إلى اختطاف اليمنيين ومطالبة أقاربهم بدفع فدية. ويروي أحد المواطنين الذين اعتقلوا أو اعتقلوا قريبا له أن الحوثيين طالبوهم بمبلغ مالي 600 ألف ريال يمني مقابل الإفراج عن قريبهم الذي تم اعتقاله في إحدى نقاط التفتيش مدخل مدينة تعز. وقال الموقع للمشاهد نت متحدثا عن المعتقل: عند توقيفه وإنزاله من السيارة التي تقله قاموا بالتحقيق معه، ولما لم يجدوا أي تهمة بدأوا بممارسة الابتزاز ومطالبته بدفع المبلغ مقابل الإفراج عنه. هذه صورة تتكرر مع مئات المسافرين من اليمنيين في تلك المناطق، وفقا للموقع الذي أضاف: يلجأ أهالي بعض المختطفين للتسليم والرذوخ للابتزاز، حيث يقومون بدفع مئات الآلاف خوفا من تعرض المختطف للتعذيب والإهانات في السجن. أحد المواطنين من أهالي مديرية الرونة فضل عدم الإشارة إلى اسمه خوفا من الملاحقة، تحدث للمشاهد: أثناء وصولي إلى مفرق شرعب الرونة وأنا في طريقي إلى تعز تم احتجازي وأخذي بتهمة تأييد الشرعية، ومن ثم احتجازي لشهرين ولم يفرجوا عني إلا بفدية تجاوزت المليون ريال. سيظل المجتمع عالقا في حالته اليائسة هذه لبعض الوقت، لكنه لن يظل عالقا للأبد بين المستنقع المزمن للتدخل وبين المواطنة الذليلة في دولة تقوم على التمييز والغلبة. هذه واحدة من فقرات مقال كتبه محمود ياسين ونشره الموقع بوست، وأضاف ياسين في جزء من المقال: أنتم لم تستقطبوا أحداً، ذلك أنكم استحواذ جماعة مغلقة على نفسها صعدت بفشل الآخرين وانقسامهم وليس بقدراتها غير القابلة للهزيمة. حتى الانقلابات تجد في النخب العسكرية والسياسية من ينضم إليها ويجد طريقته في تحقيق ذاته من خلال الانقلاب، ويحدث أن ينخرط كثيرون في السلطة الجديدة محتفظين بشخصيتهم وقناعتهم وملامحهم الاجتماعية. أنتم لستم حتى جماعة أيديولوجية يمكن الانضمام إليها، ذلك أن هذا الانغلاق والحصر يقابل بحصر مضاد وعنصرية مضادة وحصر لا يتقبلهما بعضنا، انطلاقا من التزام بتحييد الأمراض في مواجهة الأمراض. لكنكم تكرسونها أثناء تمسككم بالتمييز والاستحواذ واحتكار حق إلهي حصري ولم يعد متاحا حتى لبقية الجماعات الإسلامية على غرار الحلم بالخلافة الذي يظل يوتيوبيا إسلاموية من نوع ما وشكلا من حنين لحاكميه غير قابلة للتحقق على المدى المنظور. بينما حولتم الحق الإلهي لواقعية فادحة جعلت من الناس مشروع امتلاك وليس حتى مواطنة غير متساوية. عملية إعادة تأهيل ودورات للموظفين وعناصر الجيش في مشروع تذويب قسري لا علاقة له بتلك المشاركة التي ينضم إليها العسكريون وكبار موظفي الدولة مع الانقلابات. أخبرونا عن معنى الشراكة الذي تتصورونه. لن تظل رايات التحالف الخارجي وأخطاؤه وضروب اعتداءاته تغطي وجودكم القسري المنفرد للأبد. سيتوقف المحرجون وطنياً عن كونهم كذلك، بينما تمضون حتى النهاية في سيناريو الفصل والاستحواذ، وكلما حققتم خطوة تبعتموها بأخرى انتهاءً بهذا التشريع للخمس والأشبه بإعلان رسمي للاحتقار.
منذ 3 سنوات ظل السؤال الأكثر أهمية والذي يطرح في مدينة عدن هو لماذا لا يقوم التحالف العربي بضبط الأوضاع الأمنية والخدماتية بعدن ويعنون موقع عدن الغد؟ عدن لم تتحول إلى دبي أخرى، كيف تبخرت أحلام الجنوبيين في الاستقرار؟ ويضيف الموقع أنه منذ تحرير المدينة على يد أبنائها في يوليو من عام 2015 لا يزال حال المدينة كما هو دون أي تغيير، ورغم أن قطاعا شعبيا كبيرا في عدن استبشر خيرا بتحرير المدينة يومها، وظن كثيرون أن عدن ربما تتحول خلال سنوات قليلة إلى دبي أخرى، لكن شيئا من هذا لم يحدث بالمطلق، فظن جنوبيون كثر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات سيفعل الكثير. ويقول الموقع إنه وبعد 3 سنوات لم تتوسع إلا الميليشيات المسلحة، وبات هناك العشرات من المعسكرات التابعة للجيش والأمن والميليشيات. وأفاد التقرير الذي كتبته مروى عادل، لم تعد عدن تشبه حتى تلك المدينة التي كانت تتمتع بحالة من الاستقرار في كل شيء وقت سقوط القذائف واندلاع الحرب في عام 2015. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. آلاف من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد أرواح اليمنيين، يزرعون الموت ويوزعون الخوف، وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعة الحياة. أهلا بكم من جديد. تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية الأسبوع الماضي تكبدت خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد جراء المواجهات المحتدمة مع قوات الجيش والضربات الجوية الداعم للشرعية، وقدرت صحيفة الشرق الأوسط خسائر الميليشيا بأكثر من 10 من قاداتها الميدانيين. وعنونت الصحيفة: نزيف حوثي على مستوى القادة الميدانيين يضاعف رعب الجماعة. وقالت الصحيفة: تأتي هذه الخسائر الحوثية في ظل حالة من الخوف تجتاح قيادات الجماعة الانقلابية على وقع التقدم الواسع لقوات الجيش اليمني والمقاومة الوطنية في مختلف الجبهات. وفي حين قدرت مصادر عسكرية يمنية للشرق الأوسط أن أكثر من 200 متمرد من عناصر الجماعة قتلوا في مختلف الجبهات خلال أسبوع، وأفادت المصادر بأن الجماعة تحيط خسائرها البشرية بمزيد من التكتم. وقالت الصحيفة أن ميليشيا الحوثي شيعت في صنعاء القيادي البارز المسؤول ناصر القوبري الذي كانت عينته قائدا لعملياتها الصاروخية ومنحته رتبة لواء قبل أن يلقى مصرعه قبل أيام. ربطت صحيفة الحياة اللندنية بناء على مصادر يمنية مقتل حنا لحود بعزم الصليب الأحمر نقل مقره من منطقة الحبان شرق تعز الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى منطقة الدحي غرب المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأفادت المصادر بأن فريق اللجنة الدولية تعرض لمضايقات من الحوثيين خلال الفترة الماضية ما اضطره إلى إبلاغهم بإغلاق المقر في الحبان، مؤكدة أن الحوثيين هددوا موظفي الصليب الأحمر بالقتل في حال نفذوا قرارهم. ميدانيا تنقل الحياة عن مصادر في محافظة البيضاء تأكيداتها مقتل القيادي الحوثي خالد سيلان المدعو أبو حسين المسؤول عن الإمداد والتسليح في مديريتي الطفة والملاجم مع عدد من معاونيه. وتفيد الصحيفة أن القيادي الحوثي قتل بإغارة لطائرة التحالف استهدفت تجمعا في موقع الشيرة بمديرية الطفة، كما قتل المشرف العام على الميليشيات في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف خالد مبارك أمس بعد معارك مع الجيش اليمني. عندما تتجنى الصهيونية على الحقيقة، تحت هذا العنوان كتب المحامي في مدينة نيويورك الأمريكية ستانلي كوهين
مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا. قبل نحو 100 عام كان يحتفى بالإرهابيين الأوروبيين باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية، بينما يذبحون الفلسطينيين وهم نيام في فراشهم والأطفال في أسرتهم، وتم عرض النكبة، الخروج القسري لما يقرب من 1,000,000 فلسطيني، والذي تسبب بها الاغتصاب الجماعي والقتل بهدوء تاريخي على أنها انتقال طوعي، حركة قام بها الكرويون القلقون من أجل العثور على زمان أفضل في مكان أفضل. أفلا يمكن أن يكون ركام القرى الفلسطينية القديمة التي بعمر قرون والرفات المتحللة لأهلها هي التي تكبع مباشرة تحت قشرة الرمال؟ المستوطنات التي تشكل فرصة توظيف لقوة العمل المضطربة المحتاجة إلى الغاية والانضباط. حصار غزة الذي ليس بأي حال من الأحوال حظراً مقصوداً على الغذاء والدواء والماء والكهرباء والحركة من أجل كسر إرادة 2,000,000 من سكانها، وإنما هو يد العون السخية التي تقصد إلى تحريرهم من قيود رؤيتهم البدائية ومن إرهاب حماس. بعرض نفسها كديمقراطية تحت الحصار، تخلت إسرائيل منذ وقت طويل عن أي تظاهر بالمساواة والعدالة في سياق عطشها الذي بلا حدود للاستيلاء على أي شيء صغير تبقى من فلسطين، بينما تتعجل تكوين دولة عنصرية يهودية تتمتع باعتراف قانوني في مساعيها. في إسرائيل وفي المناطق المحتلة يستمر تكوين فهرس الرواية البديلة بلا انتهاء، بصفعة، بطعنة، بكتاب، بقنبلة، بصلاة، باستفزاز، ابتلعت الرواية الصهيونية منذ ذلك الحين أي مظهر من مظاهر الصلة ناهيك عن الواقع والحقيقة. ومع ذلك ومنذ زمن سحيق رمش العالم وجمد في مكانه وتسمر أمام الدفق المستمر من الدعاية، سواء تلك التي يتم اختلاقها في الوطن أو صداها الذي يتردد في الخارج. من غير الضروري أن نكرر بالكامل قصص المذبحة الأخيرة التي نشأت عندما أعلن مئات القناصة والطائرات المسيرة والدبابات وبدقة قاتلة أن جميع الفلسطينيين هم أهداف عادلة بسبب لا شيء أكثر من الصوت. وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال لكاترينا يان سون من نيويورك بعنوان إيران تحذر الولايات المتحدة من التخلي عن الاتفاق النووي. وتقول الصحيفة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إنه من غير المرجح بقاء إيران في اتفاق يحد من قدراتها النووية إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه. وأضاف ظريف أن بلاده قد تبدأ على الفور في تخصيب اليورانيوم ولكنها لن تنتج قنبلة نووية. وتقول الصحيفة إن الحكومات الغربية تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي منذ أن وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. في أخبارها المنوعة كتبت صحيفة البيان حول السلام بين الكوريتين، وتعنون الصحيفة سول توقف بث الدعاية عبر حدودها مع كوريا الشمالية. وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت أن كوريا الجنوبية توقفت مؤقتا عن بث دعاية عبر الحدود بين الكوريتين، وذلك قبل أيام من اجتماع القمة المرتقب بين الرئيس مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التوترات العسكرية بين الجنوب والشمال، مما يخلق مزاجا لمحادثات سلمية. كما يعد التوقف بمثابة فرع زيتون ردا على إعلان كيم يوم الجمعة بأن كوريا الشمالية ستغلق اختبارات الصواريخ الباليستية وتغلق موقع التجارب النووي الوحيد في البلاد. وبدأت كوريا الجنوبية باستخدام مكبرات الصوت عالية الديسبيل لبث رسائل معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود عام 1963، وكانت كوريا الجنوبية قد أنهت توقفا عن بث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية في يناير عام 2016 ردا على قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية، وتقوم كوريا الشمالية أيضا ببث دعاية مماثلة عبر الحدود. جولتنا المصورة منتقاة من صحيفة الجاردين البريطانية، والتي وثقت أكثر اللحظات تحولا وأهمية في مناطق مختلفة من العالم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.